سرعة الضوء تساوي 3 × 10 للقوة 8 متر في الثانية. يبدو أن هذه السرعة هائلة. 3 × 10 للقوة 8 متر في الثانية، فإذا استغرق الضوء 5 × 10 للقوة 2 ثانية حتى ينتقل من الشمس إلى الأرض، دعونا نفكر في هذا قليلا. 5 × 10 للقوة 2 يساوي 500 ثانية، والدقيقة عبارة عن 60 ثانية، إذن 8 دقائق يساوي 480 ثانية، إذن 500 ثانية تساوي 8 دقائق و20 ثانية تقريبا. 8 دقائق و20 ثانية استغرقها الضوء لينتقل من الشمس إلى الأرض، فما هي المسافة بالأمتار بين الشمس والأرض؟ إذن المعطيات لدينا هي السرعة والزمن، والمطلوب هو إيجاد المسافة. ولو عدنا إلى معادلة المسافة نجد أنها تساوي السرعة ضرب الزمن. إذن أعطيت لنا السرعة وتساوي 3 × 10 للقوة 8 متر في الثانية. 3 × 10 للقوة 8 متر في الثانية، هذه هي السرعة. وأعطي لنا الزمن ويساوي 5 × 10 للقوة 2 ثانية. 5 × 10 تربيع ثانية. إذن كم متر؟ ما هي المسافة؟ ويمكننا أن نعيد ترتيب القيم، حيث أن التبادل يعد من خصائص عملية الضرب، وعند ضرب الوحدات يمكننا التعامل معهم على أنهم متغيرات، وبالتالي سنحصل على وحدة المسافة الصحيحة. لنبدأ بالضرب الآن. ما أقوم به هو إعادة ترتيب للقيم. 3 × 5، إذن 3 × 5 ضرب 10 للقوة 8، 10 للقوة 8 ضرب 10 تربيع، 10 تربيع. ولدينا متر في الثانية ضرب ثانية، ضرب ثانية. وإذا تعاملنا معهم كمتغيرات فيمكننا أن نحذف الثانية مع الثانية ويتبقى لدينا متر، وهي وحدة جيدة لأننا نريد المسافة والمسافة تقاس بالأمتار. إذن كيف يمكن تبسيط العبارة؟ 3 × 5 يساوي 15. 10 للقوة 8 و10 للقوة 2 لديهما الأساس نفسه، إذن يمكن جمع الأسس. 8 + 2 يساوي 10، إذن 10 للقوة 10. وربما ستقول أننا انتهينا وأننا حصلنا على صيغة علمية، لكن تذكر بحسب الصيغة العلمية فإن هذا العدد يجب أن يكون أكبر أو يساوي 1 أو أقل من 10، وهذا ليس أقل من 10 كما هو واضح، فكيف يمكن أن نعيد كتابته؟ يمكن كتابة 15 هكذا، 1.5، وهذا أكبر من 1 وأقل من 10. ولننتقل من 1.5 إلى 15 يجب أن نضرب ب10، وطريقة التفكير بهذا أن 15 عبارة عن 15.0، أي لديها فاصلة عشرية هنا، وحتى ننقلها لليسار بمقدار منزلة واحدة حتى نحصل على 1.5، علينا أن نقسم على 10، حتى ننتقل الفاصلة العشرية لليسار بمقدار منزلة واحدة وحتى نصل على 1.5 علينا أن نقسم على 10. إذا كنا لا نرغب بتغيير قيمة العدد فيمكن أن نقسم على 10 ثم نضرب ب10، هذا وذاك نفس العدد. الآن 15 عبارة عن 1.5 × 10، وعلينا أن نضرب هذا ب10 للقوة 10، فيصبح لدينا 1.5 × 10 × 10 للقوة 10. 10 عبارة عن 10 للقوة 1، لذا سأكتبها هكذا، ولدينا هنا نفس الأساس. هذا يساوي 1.5 × 10 للقوة 1 + 10 أو للقوة 11، وهكذا انتهينا. وهذه مسافة هائلة ولا يمكن تصورها، وهي المسافة بين الشمس والأرض.